أعلنت شركة بنفت عن خدمة اعرف عميلك إلكترونيا، والتي تعد من أهم المشاريع الوطنية الجديدة والأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، والتي تستهدف مصارف قطاع التجزئة والمؤسسات المالية المزودة للخدمات المالية وشبكات الصرافة، حيث سيتم تطبيقه في الربع الثاني من العام الحالي. وستنفذ بنفت المشروع بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وتحت إشراف مصرف البحرين المركزي، حيث يهدف المشروع إلى توفير آلية إلكترونية متقدمة وقاعدة بيانات للمؤسسات المالية للتحقق من هوية عملائهم وصحة المعلومات قبل منح الخدمات المالية. ومن المؤمل أن يساعد المشروع شركات التكنولوجيا المالية الفنتك، التي تقوم بطرح منتجات مالية ومصرفية من خلال تطبيقات تستخدم الإنترنت في إطلاق منتجاتها وخدماتها بطريقة أسهل، وهو ما يتواكب مع توجيهات مصرف البحرين المركزي للقطاع المالي بالتوجه نحو استخدام تكنولوجيا الخدمات المالية، وانسجاما مع توجهات مجلس التنمية الاقتصادية في تحفيز قطاع التكنولوجيا المالية كأحد القطاعات الواعدة. وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لشركة بنفت عبد الواحد جناحي أن المشروع يستهدف البنوك العاملة في قطاع التجزئة كمرحلة أولية لتسهيل عملية فتح حسابات الأفراد، بحيث تتواكب مع التطور في التكنولوجيا، موضحا أن النظام سيتيح للعملاء التسجيل ذاتيا، الأمر الذي يمكنهم من إجراء معاملاتهم بكل يسر وسهولة. وأوضح الجناحي خلال المؤتمر الصحفي أن بنفت ستقدم للمؤسسات المالية العاملة في البحرين بوابة إلكترونية شاملة للتحقق من الهوية وتدقيق المعلومات الخاصة بالعملاء. مشروع أعرف عميلك إلكترونيا أو ما يسمى بالAKYC يعتبر مشروع وطني شامل تحت إشراف، راح تحت إشراف مصرف البحرين المركزي، وراح يشمل اللي هو المؤسسات المصرفية والمالية في المرحلة الأولى، وراح يقدم للأفراد. المرحلة الأولى طبعا راح يكون تم تنفيذه في إن شاء الله إذا الله أراد في شهر نهاية شهر 4، والمرحلة الثانية راح يشمل قطاعات الشركات والمؤسسات التجارية في شهر ديسمبر اللي هو نهاية 2019. طبعا راح يتم تنفيذ هذا المشروع باستخدام أحدث التقنيات، وتم اختيار منصة الأمازون للحوسبة أو للحوسبة السحابية، وكذلك باستخدام نظام البلوك تشين، ويعتبر يعني أول مشروع وطني على مستوى المنطقة بخصوص نظام الKYC. هاي المنصة راح تعمل بحيث إنه يعني إذا شخص أو سواء شخص كفرد أو شركة يفتح يعني حساب أو عنده خدمة مع بنك، لابد أنه طبعا يقدم المستندات الثبوتية. فهاي المستندات الثبوتية لما تقدم، وأيضا راح تكون مربوطة من خلال المعلومات المتواجدة في الحكومة الإلكترونية، وأيضا الداتابيس اللي موجود ايضا في مؤسسات اخرى، تكون في ارتباط وثيق مع هذه المنصه. فبالتالي المعلومات اللي تقدم للفرد او للشركه راح تحدث بشكل دوري من خلال الربط الالي اللي يكون بين بين المنصه ذي والشبكات، شبكات المعلومات الموجوده. مملكه البحرين رائده في مجال المصرفي، واليوم اطلاق هذا المشروع اعرف عميلك راح يساهم في احداث نقله كبيره جدا للقطاع المصرفي، بحيث ان جميع البنوك بامكانها هي تقدم خدمات الكترونيه، معرفه العميل، الحصول على الوثائق، تحديث بيانات المشتركين بطريقه انيه وطريقه اليه وسهله جدا، تخفف وتقلل الوقت على المستفيد، وايضا تساعد القطاع المصرفي انه ينمو ويقدم خدمات مميزه. احنا طبعا يعني سعداء في هيئه المعلومات الحكومه الالكترونيه، وفخورين بتقديم هذه الخدمه المبتكره على مستوى الشرق الاوسط. ما أعتقد أن هناك دولة استطاعت أن يكون في نوع من الشراكة بين المصرف المركزي والقطاع البنكي وأيضا شركة بنفت بتقديم مثل هذه الخدمة الرائدة.